بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بموضوع العودة إلى الطبيعة. أيها المشاهدون الكرام، حديثنا اليوم سيكون عن غذاء الملكات. غذاء الملكات اسم جميل، غذاء ملكات، الغذاء الملكي، رويال جيل. ما هو غذاء الملكات؟ طب بالطبع هذا أحد منتجات النحل الرائعة. قلنا النحل بينتج 6 مواد، وهذه إحدى المواد الرائعة، رويال جيل، غذاء ملكات النحل. طبعا ليش سموه هذا هيك؟ لأنه هذا السائل اللزج يفرز من غدد في رأس النحلة خصيصا لتنمية وتطوير الملكات. أنتم عارفين أنه مملكة النحل فيها ملكة واحدة، كل خلية فيها ملكة واحدة، ما في أكثر. طب من فين أجت هذه الملكة؟ هذه من الخلفة اللي خلفتها الملكة السابقة. اليرقات كثيرة بتكون بالآلاف، تقوم الشغالات بتغذية اليرقات، سواء كانت شغالات مستقبل أو ذكور أو ملكة، بتغذيها بغذاء الملكات لمدة 3 أيام فقط. بعدين بتقطع غذاء الملكات عن الشغالات والذكور اللي هم في المستقبل سيصبحوا هكذا، وبتستمر في تغذية الملكة المختارة. ممكن يغذوا 2 أو 3 أو 4 عشان يختاروا منها. غذاء ملكات مركز، يعني بغطسوهم تغطيس في غذاء الملكات. فهل يرقات اللي مثل الدود بتصير تتغذى على هذا الغذاء وتنمو نموا عجيبا، بحيث يصير لها مبايض، والمبايض هذه تنتج بويضات، والبويضات تلقح ويتم التلقيح، وبعدها تنتج يرقات جديدة ونحلات جديدة. الآن لاحظوا معنا، هذه النحل يقوم بتغذية اليرقات، طبعا شيء متخصص بوضع العسل الرحيق، عفوا الشراب اللي هو بكون سيتحول إلى عسل لاحقا، وبعضها يضع غذاء الملكات في خلايا مخصوصة كما ذكرنا. أول 3 أيام من عمر الشغالات والذكور بتغذوا على غذاء الملكات، ثم خلص يقطع عنهم، ويستمر الشغالات في تغذية ملكات النحل اللي هم سيصبحوا ملكات في المستقبل، تغذية مركزة بغذاء الملكات. هذا غذاء الملكات يحتوي على مواد هائلة هائلة جدا من عناصر مغذية وفعالة، وتقوم بتنشيط البويضات أو المبايض عند الملكة، وبصير هاي الملكة حجمها أكبر من باقي الشغالات، بصير حجم الملكة أكبر بشكل واضح، تقريبا ضعف أو 3 أضعاف حجم الشغالة. هيها هنا يبدو لي، أرجو أنه تطلع صورة للملكة. يبدو لي هنا المنظر في معركة مع دبور، هذه معركة مع دبور. طيب، فالملكات بصير حجمهم أكبر بكثير من الشغالات كما ذكرنا. ليه؟ لأنه يناط بها مهمة جليلة جدا وهي التكاثر. طيب، هذه أيضا الصور تبين لنا الشغالات والعمل الدؤوب الذي تقوم به هذه الشغالات دون كلل ولا تعب ولا تذمر ولا شكوى، بحيث أنها تتم مهماتها على أكمل وجه. ويا ليتنا، يا ليتنا نتخذ من هذا الدأب والعمل الدؤوب للنحلات مثالا لنا في حياتنا. وهذا يبدو لي هنا، هذا غذاء الملكات. نعم، هذا هو غذاء الملكات، يميل إلى اللون الأبيض، وهو سائل على شكل جل جل. لاحظوا كيف لزج شكله مثل الجلي. هنا عبئت فيه خلايا نحل، على الأرجح هذه الخلايا فيها يرقات النحل. هي اليرقات هنا ظاهرة باللون الأبيض في وسط الجل. لاحظوا كيف، يعني هي اليرقة واضحة جدا على اليمين، وحواليها غذاء الملكات تتغذى منه، ويعني ماخذة راحتها. ف
في غذاء الملكات على ندرته وقيمته الغذائية العالية، فهذا شيء مبرمج ومخصص. سبحان الله، كما علم النحل وأوحى له بهذا العمل المتقن الرائع. هنا أيضا بعض أشكال غذاء الملكات، وربما هنا خلط مع قليل من العسل، حيث أن غذاء الملكات يفسد بسرعة، يعني حينما يستخرج من الخلايا ينبغي تبريده وتفريزه فورا أو خلطه بالعسل حتى لا يفسد، لأنه حساس جدا. طبعا غذاء الملكات هذا يعني طعمه فيه لذعة وحموضة خفيفة جدا، لكن طعمه مستساغ وفيه حلاوة خفيفة، لأنه النحل يضيف عليه شيء من السكريات حتى يكون طعمه يعني مستساغ. هذا هو غذاء الملكات، يميل إلى اللون الأبيض. طبعا النحالين عندهم طرق مختلفة في جمع غذاء الملكات، بيحاولوا بطرق فنية إنهم يحفزوا النحل على إفراز المزيد من غذاء الملكات حتى يكون تجاري. يعني حتى شوفوا مثلا خلية كاملة فيها 50,000 نحلة، ممكن تنتج خلال خمس أيام نص كيلو غذاء ملكات فقط، فهو نادر وكميته بتكون محدودة، فلا عجب أن يكون ثمنه غاليا مرتفعا. مناظر مختلفة للنحل في مع خلاياه، مع الغذاء، مع العسل. سبحان من علمها وأفاد البشرية بهذا. الآن غذاء الملكات، ما هي فوائده للإنسان؟ طبعا الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وجعل منها، كما ذكرنا في الحلقة السابقة، أنها هذه النحلة صيدلانية طائرة، كل ما ينتج من النحل فيه فائدة للإنسان وفوائد جمة حقيقة. وهناك مستشفيات كاملة في روسيا وفي أوروبا الشرقية وفي ألمانيا وفي غيرها من البلاد تعالج بمنتجات النحل تقريبا فقط، وبعضها يعالج بمنتجات النحل مع شيء من النباتات الطبية، لأنه العلاقة وثيقة بين النباتات الطبية ومنتجات النحل. النحل من وين بتغذى؟ ما هو عن النباتات، وهكذا. الآن كما ذكرنا، غذاء الملكات لا ينبغي أنه يكون يتعرض لحرارة ويكون بدون خلطه بعسل وإبعاده عن الفريزر، التثليج الشديد، وإلا بيفسد. ومن علامة أنه بصير قديم أو فاسد بصير لزج أكثر، تتبخر نسبة المياه اللي فيه وبصير طعمه يتغير. الآن إحنا بهمنا في هذا الموضوع أنه ما هي فوائد غذاء الملكات لنا؟ طبعا غذاء الملكات لو بدنا نبحث عن مصادره، في مصادر مستورد وفي مصادر محلية. المحلية طبعا دائما بتكون يعني أسعارها مرتفعة، ولو أنه طبعا جودتها عالية، وكلما كانت الجودة عالية كانت منافع أكثر. وفي شكل آخر غير الجل لغذاء الملكات، وهو الكبسولات، يتم تجفيف غذاء الملكات بطرق فنية جدا ومصنعية عالية التخصص والكفاءة، بحلول بودرة بحيث أنه تعبأ في كبسولات وتوضع في تراكيز مختلفة، 500 ميلي جرام، 1000 ميلي جرام، 2000 ميلي جرام، 2.5 ميلي جرام في كبسولات. وطبعا إحنا بنهتم بهذا الموضوع لأنه له دلالات علاجية مهمة ينبغي أنه الناس تعرفها والأطباء يعرفوها كمان. نسبة الماء في غذاء الملكات حوالي 60%، و30% 20-30% في بروتين، وفي دهون حوالي 5%، والباقي مواد أخرى مفيدة جدا. هناك دراسات هائلة أجريت في العالم على فوائد غذاء الملكات. من أهم هذه الدراسات وأكثرها قيمة أنا في رأيي، أثر غذاء الملكات على خلايا الدماغ. أنتم عارفين أنه الدماغ والأعصاب من أبطأ الأنسجة في الشفاء إذا أصابها عطب، جلطة، شلل، حادث، ورم، كتلة، كيس إلى آخره. فالأنسجة العصبية بطيئة الشفاء، بطيئة التحسن، وأحيانا إذا تلفت بعض الخلايا في مشكلة في إعادة هذه الخلايا. معنا اتصال، تفضل يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أغلبك دكتور، في عندي 3 أسئلة. تفضلي. دكتور، أول شيء طالع فطريات في لساني وفي هسه تشقق، مش عارف شو بدي أعمل له. والشغلة الثانية، خلفت بسم الله 5 أشهر، صار عندي من كثر الشد مع الولادة جرح شرجي، كان باصور هسه بعاني هسه جرح وفي شوية نزيف، وفي عندي التوم مصمتين. دكتور ما عليك أمر، في مجال تعطينا علاج له؟ ايش هو ايش الثالث؟ الثالث، الاطفال عندي مصمتين، يعني كل ما اغير نوع الفوط يعني او مراهم ما متفقين عليه بالمره. صمات الاطفال، انت انجبتي واحد ولا اثنين؟ 2 توأم. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم. الله يسعدك. يا دكتور، عشان الجرح اللي في الشرج هذا طيب. نزيف، يعني مغلبني كثير، بدي اعرف كيف افوت على الحمام. طيب. الله يجزاك الخير. ابشري تسمعي الجواب. بارك الله فيك. الله يسعدك، الله يرضى عليك. الله معك. معنا اتصال اخر، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بالخير، ودائما مشكور على جهودك دكتور سمير. الله يسعدك ويرضى عليك ويبارك فيك. أنا عبد الله السواعي من محافظة عجلون دكتور. معروف لدينا، صار صوتك معروف. الله يحييك. أنت وأنت دكتور سمير علم والله، من أعلام الأردن بنعتز بيك والله. الله يتقبل منا ومنكم. ودائما احنا بنحيي قناة اليرموك، القناة المشاهدة في كل العالم والمتابعة في كل العالم العربي والعالم الإسلامي. الله يتقبل يا رب. وكمان بوجه تحية لحبيبنا وأخونا الدكتور علاء برقان أبو مجاهد حقيقة، وكل القائمين على البرنامج وقناة اليرموك. ودكتور أنا يعني بتعرف كمان، بس أنا في بدي أرجع زمان، كانوا يعني بالنسبة لموضوع الموضوع وحقيقة إنه كانوا الفلاحين ولا زالوا منهم يعني بيقولوا عن النحل او تسمية النحل، لا زالوا الفلاحين. والان يعني بتعرف في يعني قسم كان له اسم بيقولوا له بيحكوا له الزقرط. عن ايش هذا؟ اسم النحل. النحل. النحل كانوا لا زالوا يعني لا زال احنا انا يعني فلاح ابن فلاح، بس كانوا زمان الختيارية لغاية الان يعني في ختيارية له تسمية عندنا في مناطق الشمال بيحكوا له الزقرط. ايوه. او مثلا لما هذا يعني اسم معروف يعني الزقرط او النحله بيقولوا لها الزقرطه، هذا من ناحيه التسميه. يلا هذه معلومه جديده، كويس. لا يعني هاي معروفه وهي في مناطقنا، في مناطق شمال المملكه يعني. وفي غالبيه ولا زالوا يعني الختياريه والكبار بيحكوا عنه عن النحل الزقرط، او النحله بيحكوا عنها الزقرطه. اثنين يا سيدي، بالنسبه لقرصه قرصه النحل يا دكتور، يا ريت انه قرصة النحل أو لسعة النحلة إنه تتحدث لنا عنها يعني، وعن السموم إن شاء الله. عن هذه السموم وعن وكيف التنشئة والتربية في من وبالتالي تنشئة النحل وتربيتها، وخاصة في مناطق الشفا وفي مناطق الغور. وإحنا دائما نشكركم على جهودكم. الله يبارك فيك ويعطيكم العافية. الله يعافيك، حياك الله. طيب نعود إلى إجابة الأسئلة. بالنسبة لأم عبد الله، فطريات اللسان مع تشققات، هو احتمال يعني عادة اللي بيحصل بالفم واحد من اثنين، إما فطريات وبكون عبارة عن بياض على اللسان سميك، وإما قروح في اللسان وفي جدران المبطنة للفم. هذه بتكون قروح غالبا ليست فطريات وإنما فيروسات، فيروس الهربس غالبا، وهي تأتي عن نتيجة ضعف المناعة وقابلية الإنسان لهذه المشكلة. أحسن شيء حقيقة لهذا الأمر هو قطرة البروبوليس، عكبر النحل اللي ذكرناها سابقا في الحلقة الماضية. عكبر النحل قطرة تقطر عدة مرات بالفم تؤدي إلى الشفاء بإذن الله. الطريقة الثانية إنه تغلي تمضغي مرمية خضراء، ورق المرمية الأخضر حطيه بفمك ومضغيه مضغا بطيئا ومصيه مص، برضو ممتاز. عندك مغلي ورق الزيتون، اغلي ورق الزيتون غليا جيدا، صفيه وحطيه في الفم، مضمضي وتفيه أو بلعيه، مفيد. هذه الطرق الثلاثة من أفضل الطرق لعلاج تقرحات الفم، لكن إذا كانت الأمور مكررة فعليك باستخدام البروبوليس، عكبر النحل، وغذاء الملكات النحل ان تيسر، والعسل كله مفيد، بحيث انه تمنعي
عودة هذه القروح مرة أخرى. بالنسبة للشرخ الشرجي طبعا كثير ناس بيشكوا من هذا الموضوع وهو مؤلم جدا ومزعج حقيقة. أفضل شيء هو المغاطس توت العليق أو مغاطس البطباط أو مغاطس المرمية مع البابونج، ثم استخدام المراهم الطبيعية التي تحتوي على منتجات طبيعية. وإذا تيسر لك تحاميل عكبر النحل برضو رائعة جدا، رائعة جدا لهذا الموضوع. وممكن تغسلي برضو في الصوابين التي تحتوي على عكبر النحل. أما بالنسبة لإصماط الأطفال، طبعا الإصماط إمتى بيجي؟ إذا تأخرت غيار على الطفل أو كان جلده حساس كتير. أنصحك بعد علاج الطفل بالمنتجات التي تحتوي على الصبار والبابونج، في كريمات تحتوي على صبار وبابونج رائعة، بعد ما يشفى الطفل ادهني، صيري قبل ما تحطي الحفاضة وبعد ما تنظف الطفل ادهني شيء من زيت الزيتون، زيت الزيتون على جلد الطفل، ثم ضعي الحفاضة. بهذه الطريقة تضمني بإذن الله طبعا أنه ما يرجع له الصماط مرة أخرى إن شاء الله. أما بالنسبة لمداخلة الأخ عبد الله من عجلون والحديث وطلبه الحديث عن لسع النحل، حقيقة إن شاء الله الخطة هي أن أتحدث عن لسع النحل في الحلقة، في حلقة منفصلة، ربما الحلقة القادمة إن شاء الله. معنا اتصال. ألا تفضل يا ألا. ألا أيوة ألا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. اسألي. لو سمحت دكتورة، هلا أنا حامل بالشهر السابع. والبيبي عماله يضغط على الكلى عندي. بيضغط على ايش؟ على الكلى. على الكلى. فبيسبب لي وجع والتهاب، رحت على الدكتور صار يحكي لي إنه صار عندي توسع بالكلى. حوض الكلية فتوسع أعطاني التهاب، فإنه أدى إلى التهابات. توسع في الحالب؟ فترة بصير توجعني. ماذا شو عمل؟ توسع في ايش قلتي لي؟ نعم، توسع في الحالب ولا في ماذا؟ ايه قلت في توسع، توسع بالكلية بجوز. صار فيها حوض الكلوة. في حوض الكلية. صار توسع بحوض الكلية. حكى للدكتور صار يحكي لي انه هاي بسبب التهابات، والوجع بيجيني وجع بروحه بيجي قوي. هذا اول حمل. انا مش حابه اخذ ادويه، ايش بقدر اخذ؟ هذا اول حمل لك؟ الحمل الاول تقريبا. الحمل الثاني نزلت، الحمل الثاني هذا. الله يعافيك يا رب وتمم لك الامور على خير ان شاء الله. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ان شاء الله يسلم كثير. اهلا وسهلا. بالنسبه للحوامل اللي بصير عندهم هذه المشكله، فعلا هي مشكله مزعجه، انه يصير يضغط الرحم الذي يكبر مع نمو الطفل، يصير يضغط على جانب معين من أجزاء بطن الأم ويسبب لها الآلام المزعجة. حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني في معاناة. ولا كيف حقوق الأمهات على الأبناء؟ حقوق كبيرة جدا، ولك الأجر إن شاء الله في كل معاناة تعانينها، لك الأجر طهور وتخفيف وذنوب ورفع درجات بإذن الله. فاحتسبي هذا عند الله أولا. تنين، أنت الآن طبعا لما خاصة تضطجعي أو تنامي بدك تاخذي الجنب اللي بريحك، هاي واحدة. تنين، التوسع اللي جرى على حوض الكلوة، يعني المفروض الآن أنت في الشهر السادس، كيف لما تصير سابع وثامن وتاسع راح تصير الأمور أضخم، لكن ربك كريم سبحانه وتعالى، ربك كريم. فأكثري برضو من الدعاء إنه ربنا يخفف عنك، هو اللي بخفف، هو اللي بيشفي. ثلاثة، ممكن تأخذ مسكنات خفيفة زي البنادول مثلا، الباراسيتامول، حتى يخفف عنك شيء من الأوجاع ويزيد قوة التحمل. ثلاثة، ممكن تحطي أحيانا كمادة على المناطق المؤلمة، لأنه أنا بتوقع العضلات عندك بصير عليها شد زيادة في المنطقة مما يؤدي إلى الألم. فلبخات الزنجبيل، كمادات الزنجبيل وكمادات زيت الخروع الدافئ برضو بخفف الأوجاع. إذا أحسستي أنه إذا وضعتي قربة ماء ساخنة على المنطقة المؤلمة وخدرت عنك الألم، فلا بأس من استخدامها أيضا.
يعني هذه وسائل بسيطة وطبيعية وخارجية ممكن تخفف لك الألام كثيرا، وبرضه يعني يكون جسمك فيه شيء من القوة، يعني تتحرك تمشي تروحي تيجي، وما يزيد وزنك كثير خلال هذه الفترة، لأنه برضه زيادة الوزن بترخي العضلات وبزيد الآلام. وهذه الطرق يعني البسيطة الخفيفة أرجو أنها تنجح معك، ونسأل الله لك الصحة والعافية. أما بالنسبة للالتهابات أو الإنتانات فأنصحك بتناول البروبوليس أيضا، عكبر النحل، العسل، غذاء الملكات، كل هذه المنتجات النحل مفيدة لك وبتقوي المناعة كثير. كذلك الحب السوداء، القزحة، تناولي منها كل يوم لو نص ملعقة صغيرة مطحونة أو زيتها أو المعجون تبعها المتوفر الآن في الأسواق، ممكن هذا يقوي المناعة ويمنع عنك الإنتانات. إحنا ما بدنا برضو توصل لمرحلة تصير تاخذ مضادات حيوية وانت حامل، نسأل الله أنه يعافيك من هذه المشكلة. فقوي مناعتك باللي ذكرته قدر المستطاع، وإن شاء الله أمورك تمشي على خير وتلدي ولادة سلسة بإذن الله تعالى. نقول أن غذاء ملكات النحل بالنسبة للدماغ والجهاز العصبي وجد في الدراسات والأبحاث أنه ينشط الخلايا الجذعية الموجودة في الدماغ، والتي يمكنها أن تعمل differentiation يعني تخصص، فممكن أن تكون خلايا رئيسية، الخلايا العصبية في الدماغ أو الخلايا المساندة والمساعدة في الدماغ بحسب التلف اللي حصل في دماغ هذا الشخص سواء كان طفلا أم كبيرا. هذه الدراسات الآن يعني بدأت تتوثق، وصاروا الأطباء في العالم يحبوا أن يصفوا غذاء الملكات بجرعات عالية للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز العصبي سواء في النخاع الشوكي أم في الدماغ. بالإضافة أنه يعجل عملية الشفاء والتحسن من الإصابات التي حصلت، فممكن نستخدم غذاء ملكات النحل جنبا إلى جنب مع أي علاجات وطرق علاجية أخرى في المستشفى أو خارج المستشفى، فهذه مهمة. لكن ينبغي كما ذكرت أنه يكون غذاء ملكات إما كبسولات ستاندرايزد واضح ونظيف وإشي شغل يعني مرتب، وإما سائل لكن طازج ومفيد. معنا اتصال، مين معنا؟ لمياء، تفضلي يا لمياء. ايوه تفضلي. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. دكتور انا عندي مسمار لحم في رجلي. مسمار لحم، وعملت له حرق لرجلي. حرق لمسمار اللحم بس التهب زيادة وصار ينزل مدة وفقس جنبه أكثر من مسمار، فمش عارف شو أعمل، التهب. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. الله يرضى عليك. معنا خميس. أيوة خميس تفضل. معنا خميس، فقدنا الاتصال. طيب بالنسبة لمسمار اللحم في الأقدام بيطلع عند ناس كتير، خاصة إذا كانت الأحذية يابسة زيادة عن اللزوم أو الشباشب اللي بتستخدموها في البيت ناشفة ممكن يظهر مسمار اللحم، فأنصح باستخدام الشباشب أو الأحذية اللي كعبها في طراوة في مرونة مريح بكون للقدم. طبعا شو هو مسمار اللحم؟ هو في نوعين، في نوع بصير رقيق طبقة رقيقة لكنها سميكة، وفي نوع لا بحفر حفر جوا اللحم بصير عميق، فمن الخارج بكون مش كبير كثير لكن إذا ضغطنا عليه مؤلم جدا. ليش؟ لأنه له وتد دخل في الداخل، وهذا سببه على الغالب فيروسات تدخل جوا، فالأرجح أنه أنت من النوع الثاني، هذا الفيروسات اللي هو العميق، والكي يعمل لك مشكلة والتهبات. طبعا الآن بدك تعالجي الإنتانات الالتهابات والمضادات الحيوية المحل الموضعية، مثلا المراهم الموضعية أو بالداخلية حسب ما يرى الطبيب في هذا الموضوع. معنا اتصال، تفضل. ألو السلام عليكم. إباء تفضلي. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك الله يرضى عليك. بدي أسألك عن الحساسية، يعني هي بتشبه حساسية الربيع بس هي بتضلها طول السنة. أيوة في الأنف والحلق والعينين. بالأنف والعينين أكتر شيء. أيوة طيب تسمع الجواب إن شاء الله. يعطيك العافية الله يرضى عليك. تفضل يا أخ خميس. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا مرحب.
دكتور انا بعاني بصحى من يعني ببقى نايم بصحى الصبح يصيبني مغص. مغص صباحي؟ مغص. طيب. فبروح على الحمام بخرج كل ببطني. يعني اسهال؟ ولا مرات اسهال ومرات عادي امساك. احيانا اسهال واحيانا امساك، طيب. تستريح بعدها؟ بعديها برتخي دايما يرجعوني ورجلي وراسي وبرتخي. وبحس حالي زوري جوزتي يعني ووجع بجوزتي. طيب عملت تحليل للبراز الله يعزك؟ عملت تحليل كل شيء تمام. شو طلع؟ ما في شيء؟ وعملت صورة للأمعاء ملونة. ايوه. حكون عندك تقلص في الأمعاء. تقلص؟ تقلص والكولون العصبي، ما بعرف. كولون عصبي، طيب. تسمع الجواب إن شاء الله، أعطيك نصائح. ماشي دكتور، شكرا. إن شاء الله. طيب. فنعود إلى سؤال الأخت لمياء ومسمار اللحم. فأقول بعد ما يشفى الالتهاب والانتنات، وإذا بقيت آثار له المسمار، بإمكانك تعملي خلطة بسيطة في البيت، ألا وهي الثوم والملح. كميات متساوية من الثوم والملح، بتقطعي الثوم بتحطي عليه ملح وتدقيه دقا جيدا حتى يصبح ناعما كأنه مرهم، ثم تضعي على منطقة الإصابة وبتحطي عليها لاصق. كل 24 ساعة بتغيريها، كل 24 ساعة بتغيريها، ممكن 5 أيام أو أسبوع، وبتصيري تضغطي على مكان المسمار لا تجدينه مؤلما، معناته رأس المسمار خلاص انتهى والفيروس مات، فاترك الموضوع يقشر تلقائيا بالتدريج حتى ينتهي بإذن الله تعالى. بالنسبة لسؤال إباء، الحساسية تشبه حساسية الربيع. طبعا في ناس عندهم تقريبا طوال العام سيلان في الأنف أو انسداد في الأنف، وممكن شعور بالاحتقان في الحلق وزي الرشح الخفيف، والجيوب عندهم تعبانة إلى آخره، وممكن تعمل لهم صداع في مقدمة الرأس، ممكن يصير سدد في الأذنين، طنين إلى آخره. هذه حساسية، صحيح، حساسية الجهاز التنفسي العلوي. فماذا نفعل؟ منتجات النحل مفيدة جدا، البروبوليس، العسل، غذاء الملكات، حبوب اللقاح كلها مفيدة، الحبة السوداء برضو مفيدة، وأيضا تناول شراب مغلي القريص. القريص اغلي القريص مثل الشاي وحلي حطي فيه نعناع اللي بدك إياه واشرب كل يوم كوبين، ممتاز. وأيضا عشبة القمح الخضراء، كبسولات عشبة القمح الخضراء مفيدة كتير، وأيضا كبسولات المورينجا كله مفيد. أما بالنسبة للأخ خميس اللي عنده قولون عصبي، القولون العصبي يا خميس وليهون السامعين، طبعا بيعمل لك مشاكل، إما إسهال أو إمساك أو آلام أو جاع ونفخة سوء هضم إلى آخره. فإذا كنت أنت عصبي فبدنا إياك تريح نفسيتك. كيف تريحها؟ طنش الأمور اللي بتزعجك واشرب الأعشاب المهدئة للأعصاب مثل المليسة، الزيزفون، الورد، المردقوش، عشبة الشعير الخضراء، التلبينة، قهوة الشعير، كل هذا بفيدك وبهدي نفسيتك وأعصابك. أما بالنسبة للقولون فيمكن تناول الأعشاب التي تهدئ القولون مثل الكراوية، الكزبرة، الكمون، النانخة، إكليل الجبل، الزنجبيل، النعناع، الخزامة، كل هذا بيهدي القولون. فاختر ما شئت واشرب بما شئت. وأنصحك أيضا بتناول الكبسولات الآن والألبان التي توجد فيها البكتيريا النافعة. البكتيريا النافعة توجد الآن في بعض أنواع الألبان، وأيضا توجد في الصيدليات على شكل كبسولات وحبوب، وبعضها على شكل فوار. هذه بتعيد توازن الجهاز الهضمي والقولون بالذات مع تهدئة الأعصاب كما ذكرنا، ونسأل الله لك العافية. معنا اتصال آخر، تفضل يا إحسان. أيوة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. لو تسمعني اسمعني عن طريق التلفون أسرع. دكتور، والله إني أسألك عن الغدة الدرقية في عندي. مالها؟ في بنتي اللهم صل على سيدنا محمد بتعاني من الغدة الدرقية، والغدة الدرقية بيسموها النشطة،
صار معها يعني انه ضعف في جسمها حتى ادى الى صار انه العظم عندها ضعيف يتكسر. كم عمرها؟ عمرها 12 سنه دكتور. وشو سويتوا؟ والله يا دكتور يعني من راجع فيها في عند المستشفى وعملوا لها تحاليل الغده والله ما صلى على سيدنا محمد واعطوها ادويه الان خفقان قلب والدواء هذا الثاني تاع الغده. طيب وفي استجابه؟ والله يا دكتور نفس الشيء يعني ما صار استجابه نهائيا. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. دكتور والله سؤال ثاني اذا سمحت. اللي قرابه يعني صار له ابن غرق في مي وانا سمعت يعني بعض حديثك عن اللهم صل على سيدنا محمد غذاء الملكات. بالنسبه للنخاع الشوكي او الشبه هل بفيده الحكي هذا؟ ما له هو ايش عنده؟ والله غرق في سطل المي وصار عنده يعني زي اختناق يعني نعم اختناق والان هو يعني في المستشفى ولا خرج؟ لا والله لا والله صار له تقريبا سنتين الولد ولد صغير يعني عمره 3 سنوات 4 سنوات صار عنده تاخر يعني في قدراته العقليه. نعم نعم ايوه. طيب تسمع الجواب. الله يجزيك خير دكتور. اهلا وسهلا يا مرحبا. شكرا دكتور حياك الله. معنا سامي تفضل يا سامي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك أهلا وسهلا. دكتور أنا عندي التهاب في الوتر في أخمص القدم. له تقريبا 3 شهور رجع الدكتور وأعطاني أدوية وأعطاني إبرة حتى إبرة كورتيزون وما استفدت. يعني تحت من القدم من تحت؟ تقريبا عند بين الأخمص القدم والكعب. ايوه فلما تمشي تصحى الصبح بتلاقيها مؤلمه جدا. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. شكرا دكتور اهلا وسهلا. طيب الان بالنسبه للاخ احسان بالنسبه للطفله اللي عندها نشاط في الغده الدرقيه، نشاط الغده الدرقيه انا لسه يعني في خلال حديثي عن فوائد غذاء ملكات النحل أحد فوائد غذاء الملكات أنه يعالج مرض زيادة إفراز الغدة الدرقية، شيء جميل هذا. طبعا إحنا نستفيد أيضا من خصائص عشبة الشعير الخضراء اللي لها خصائص مثبطة لنشاط الغدة الزائد، فبنعمل كومبينيشن بصير غذاء الملكات النحل وعشبة الشعير الخضراء تعطي نتائج ممتازة. فإن شاء الله يا أخ إحسان ممكن على أساس نتابع الموضوع نشوفك أحسن. أما بالنسبة للتأخر القدرات العقلية عن طفل غرق سابقا بالماء مزبوط، يعني هذا حسب عمره، إحنا بنعطيه جرعة معينة من غذاء الملكات تكون مناسبة لسنه ونمشي بخطة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها يعني تحسن وفرج لهذا الطفل، وإنه أي نسبة من تحسن قدراته العقلية مكسب تعتبر له، خاصة إذا كان في سنوات الاكتساب والتعلم، فلا بأس أنه نتابع هذه الأمور على الله أن نجعل في ذلك فرجا. بالنسبة للأخ سامي أنت يبدو لي أخ سامي عندك ما يسمى بالإنجليزي فاشيايتس اللي هو التهاب أنسجة وأوتار القدم من الأسفل، وهذه طبعا مؤلمة ومزعجة، طالما أنت صورت وما طلع عندك مسمار عظم فعلا بتكون هذه التهاب أوتار. ننصحك ب تناول عشبة الأشواغندا أو عشبة المورينجا لأنه هي تقوم بتخفيف الالتهاب اللي حاصل في المنطقة، وأنصحك بوضع لبخات من نبات الكبار، لبخات من نبات الكبار على المنطقة ممتازة بتفيدك كتير إن شاء الله مع المورينجا داخليا أو الأشواغندا وكله متوفر الحمد لله. طيب بنرجع لغذاء الملكات، هل يوجد في غذاء الملكات فيتامينات؟ نعم توجد فيها فيتامينات، مجموعة فيتامين بي المركب وشوية فيتامين سي، لكن لا يوجد في غذاء الملكات فيتامينات التي تذوب في الدهن اللي هي A و K و E و D ما فيها. طيب أيضا هناك بروتين خاص في غذاء الملكات اشتق من اسم غذاء الملكات، وهو طبعا غذاء الملكات بالانجليزي رويال جيلي، رويال جيلي، فهذا البروتين سموه رويالكتين، رويالكتين، وجدوا انه هذا البروتين
بروتين خاص جدا في غذاء الملكات لا يوجد في أغذية أخرى، وهدف هذا البروتين هو تقريبا المسؤول عن تطور يرقة النحل الصغيرة إلى ملكة، بينما اليرقات التي لم تتغذى على هذا الغذاء اللي فيه رويالكتين لم تتطور إلى ملكة. فمعناته هذا فيه سر، معناته هذا فيه خير، معناته هذا بعطينا طاقة وتجديد وتحفيز لخلايا مجددة هي ربما لخلايا الجسم التالفة عندنا طبعا عند الإنسان. فهذا يبدو لي أحد الأسرار الموجودة في غذاء الملكات، مادة الرويالكتين. أيضا هناك دراسات واسعة النطاق استخدم فيها غذاء الملكات بجرعة يومية من 20 ملغرام إلى 200 ملغرام وأحيانا 300 ملغرام في اليوم، وما وصلوا إلى جرعات كبيرة أكثر من هيك، لكن كانوا يأخذوا الجرعة هاي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. معنا اتصال، تفضل يا عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عزيزي في عندي طفلي عمره شهرين. نعم. السلام عليكم. أيوة سامعك، اسمعني من التلفون أحسن. دكتور كيف حالك؟ الله يسعدك. شفت أنت بتسمع نفسك مرة تانية، فأغلق التلفزيون أو سكر الصوت أحسن. في عندي طفلي عمره شهرين. في طفلي عندي عمره شهرين يا دكتور. سامعك يا رجل سامعك، هاي ثلاث مرات صرت حكيها. لما بتكح بتنخنق بصير فراك. أيوة. فبيحكوا لي هذا السؤال التيكي، شو علاجه؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. اتصال آخر معنا، مين معنا؟ محمد. ألو. ألو وليد وهدى. تفضل، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي أغلبك، بدي أحكي مع الدكتور. تفضل، هيني سامعك. بدي أغلبك، بصير معي بالقولون تهيج قولون. آه. إمساك، إسهال، نفخة، وجع. فأخذ بصير مغص كثير يعني. أيوه. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك. أهلا وسهلا. بالنسبة لموضوع عمر، الأخ عمر شهر عنده طفل شهرين بكح كثير كثير بصير بده يختنق. والله شوف يعني قضية إنه يكون سعال ديكي، سعال ديكي ما أنت عارف هذا من الأمراض الوبائية لازم يشخص صح، لكن ممكن يكون عنده بلغم في صدره كثير وتحسس، وهدول التنين البلغم والتحسس بهيجوا السعال الشديد، فلابد من التشخيص. ومبدئيا بإمكانكم تعطوه حلبة، اغلوا حلبة، ما تغلوها كثير حتى تصير مرة، غليان خفيف، وحلوها بأي شيء مثلا زي سكر فضي إلى آخره وشربوه، حتى لو عسل أصلي ونظيف بصير، شربوه مرتين ثلاثة حتى يطلع البلغم ويخفف السعال. معنا اتصال. أم مهند، أم محمد، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. قلبك يا دكتور، بأسألك بالنسبة لحساسية الوجه. يعني باستمرار بصير يعني بتعرض أثناء تعرض للشمس. بصير حكة ويعني بصير زي هيك بقع على الوجه. أيوة حساسية. مستمر يعني طول فترة السنة. فشو ممكن يعني الواحد يستعمل مواد طبيعية لعلاجها؟ جلدك يميل إلى الجفاف؟ ممكن. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. ممكن أسأل سؤال ثاني؟ تفضل. بالنسبة أنا شعرت قبل فترة في ألم في أسفل الكعب إجري الشمال، فرحت على الدكتور وصورت الكعب، طلع بالصورة في عندي منقار عظمي. فحكولي إنه يعني ممكن إنه تعملي الكعب السيليكون، أو إنه إذا في مواد طبيعية ممكن الواحد يتناولها يخفف الألم. يعني إذا بستمر بالوقوف فترة طويلة كثير بيكون في ألم. طبعا. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا، الله يعطيك العافية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
أم سامر، أم ساهر. أوكي. تفضلي يا أم ساهر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور تفضلي. والله أنا أنا عندي كان عندي عظم مسوس وراء إذن الشمال، عملت لها عملية. ورحت ذيك اليوم على الدكتورة ولا بتحكي لي عندك سوائل وراء الإذنتين. وراء الأذن؟ وعندي كمان 3 دسكات بالرقبة وشد عضل. سوائل في الأذن؟ بالأذنتين. أيوة. وكيف السمع عندك؟ والله يعني مرات يعني إذا حدا يصيح مثلا ولا إشي. طيب ودسكات الرقبة بتأذيكي؟ نعم. دسكات الرقبة بتأثر على إيديكي؟ كثير، لأنه بوجعني إيدي وبعمل علاج طبيعي بدون فايدة، يعني مش مستفيد إشي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. وبعدين بدوخ كثير، يعني أنا مشكلة الدوخة يعني. مظبوط مظبوط، الدسكات هيك بتسوي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. الله يجزيك خير. الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا. فنقول بالنسبة لعمر، اغلوا له حلبة، حلوها بعسل أو سكر فضي، وشربوه 3-4 مرات في اليوم، لو 20 ملي كل مرة، هذا بيساهم في إزالة البلغم وتخفيف السعال. وفي وصفة حقيقة شعبية لكنها مفيدة، وهي غريبة لكنها مفيدة، إنه تجيبوا الثوم وتعملوه مثل العقد، خرموا الثوم مثل العقد وعلقوه في رقبته. الثوم له موجات، الموجات هي بتدخل الجسم، لأنه الطفل لا يستطيع أن يتناول الثوم، فبتساعده في تخفيف حدة السعال والبلغم. وأسأل الله له العافية، لكن لابد تشخيصه، التشخيص الصحيح أولا. بالنسبة للأخ محمد، تهيج القولون، إحنا قبل قليل لسه أجبنا سؤال إحسان أو واحد تاني خميس، اللي هو القولون العصبي. زي ما ذكرنا إنه إذا عندك توتر في عملك في شغلك في دراستك، حاول تتناول زهورات المهدئة للأعصاب لأنها بتأثر على القولون. 2، تتناول الأعشاب التي تهدئ تشنج القولون، مثل الكراوية، الكمون، الكزبرة، المليسة، إكليل الجبل، الزنجبيل، النعنع، الخزامة، كل هذا بيهدي. وتناول الألبان التي فيها بكتيريا نافعة، بعض الألبان فيها بكتيريا نافعة، أو كبسولات من الصيدليات فيها بكتيريا نافعة تساعدك كثيرا إن شاء الله. بالنسبة لأم مهند، حساسية الوجه والجفاف. حساسية الوجه عادة للشمس، لابد من استخدام واقي شمس واحدة. 2، تستخدم المواد اللي مطرية للجلد مثل الصبار والبابونج وأمثالها. وأنصحك باستخدام القريص، تشرب كل يوم 2 كاسات حتى يخفف لك تهيج الجلد عن طريق الدم. وممكن تستخدمي زيت الأوميجا 3 لتطرية الجلد داخليا. ونبقى مع هذا الفاصل ثم نكمل الإجابات بإذن الله، فابقوا معنا. حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. أهلا بكم مرة أخرى، ونكمل إجابة الأسئلة. الأخت أم مهند بتقول عندها مسمار عظم في الكعب، كما أجبنا قبل قليل الأخ اللي عنده التهاب في أنسجة القدم. العلاج يتشابه جدا، ممكن استخدام عشبة الأشواغندا أو عشبة المورينجا، هذول بيساعدوا داخليا، طبعا بيساعدوا في تذويب التكلس هذا اللي اسمه مسمار العظم، وممكن وضع لبخة الكبار على الكعب أثناء الليل وإزالتها
صباحا، وممكن وضع في لصقات موجودة في الأسواق هذه اللي بتشيل السموم من تحت القدمين، برضو بتخفف الوجع بشكل جيد، ممكن استخدامها قبل النوم وإزالتها عند الفجر. أما بالنسبة للأخت مساهر فعندها سوائل في الأذن. طبعا سوائل في الأذن هاي أكيد كان عندك تحسس والتهابات قديمة، وهي بتأثر على السمع لا شك. إذا عملوا لك عملية وإزالة السوائل هيك استرحتي، إذا السوائل بترجع من حين لآخر حقيقة في أعشاب لها دور في تجفيف هذه السوائل، لكن هذه أعشاب تخصصية لابد من المراجعة. كما أنه عندك ديسكات في الرقبة، ديسكات الحقيقة من الأفضل نسوي لها حجامة، الحجامة ممتازة لديسكات الرقبة. وأيضا الأعشاب المورينجا والأشواغندا وبعض الأعشاب الأخرى لها دور في تخفيف شد والضغط على العصب، فبصير مع الحجامة تصل إلى مرحلة جيدة جدا. كما أنه التدليك بالمراهم التي تحتوي على دهن النعام مفيدة كتير إليك وبتريحك أحسن من المراهم اللي فيها مواد كيماوية عادية. الحقيقة بالنسبة لغذاء الملكات فيما تبقى من دقائق قليلة نقول إنه في شيء عجيب. الدراسات تقول بأنه غذاء ملكات النحل يثبط نمو الخلايا السرطانية البطيئة مثل الساركوماز اللي هي بتيجي من العظم أو من الغضروف، اللي هي عنيدة جدا في العلاجات الكيماوية، تعاند العلاج الكيماوي. غذاء ملكات النحل يثبط نموها ويمنع تكون الأوعية الدموية التي تغذيها، فهذا شيء رائع وينبغي استخدامه دائما مع العلاجات الأخرى. معنا اتصال، تفضل. هلا يعطيك العافية دكتور. هلا هلا الله يعافيك دكتور. بدي اسألك، أخوي تعرض حادث سيارة، سلامات والله، الله يسلمك، وصار في وجهه زي عملنا عملية تجميل يعني جرح صغير منطقة على منخاره وفي جبينه. أيوة. فبدنا يعني إشي هيك يخلي العلام يروح يعني. هذه حديث يعني حديثا؟ حديث أخذ بزاز وصفول بزاز 11 ليرة. عشان طيب. عمل عملية تجميلية هو، بس في يعني لو في طريقة بضل أثار. كم عمره؟ عمره تقريبا 24 سنة حوالي. الله يعافيه يا رب. الله يسعدك. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. بس في طريقة تساعد يعني هيك إنه تروح العلامة الندبة. طيب الله إن شاء الله تسمع الجواب. معنا سؤال حمزة، تفضل يا حمزة. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك. دكتور نغلبك، بس ما في أعشاب أو طريقة معينة لترك الدخان؟ في إن شاء الله، أبشر. الله يجزاك خير، تسمع الجواب ان شاء الله. طيب بالنسبة لل الله يعافيه هذا الشاب اللي تعرض لحادث السيارة وأدى إلى مشاكل في الوجه وعمليات تجميل، لا شك أنه عمليات تجميل لا تقوم بالمهمة كاملة، فممكن تبقى آثار. طبعا يعني احنا بالأمور الطبيعية نقول أنه الكريمات التي تحتوي على العسل وتحتوي على غذاء ملكات كمان، في كريمات تحتوي على هذه الأشياء ستساعد في تحسين الوضع إلى حد كبير وتعجل عملية الشفاء وتحسين الجلد. وكما كذلك الكريمات التي تحتوي على مادة الصبار برضو رائعة في هذا الموضوع، فجيد إنكم تستخدموا هذه الكريمات وهي موجودة إن شاء الله، بحيث أنه خلال عملية الشفاء ما يترك هذا الحادث آثار لا قدر الله يعني تشوه البشرة. كما أنصح باستخدام كبسولات عشبة القمح الخضراء داخليا، ويمكن استخدام غذاء الملكات داخليا لتعجيل عملية الشفاء، مش بس إنه بدناش آثار، لا بدنا نعجل الشفاء ويكون سريع وجيد وبكفاءة عالية إن شاء الله. أما بالنسبة لترك الدخان، في عشبة اسمها لسان الحمل، لسان الحمل السناني بلانتاغو، هذه العشبة موجودة أيضا، يمكن استخدامها بإحدى طريقتين، إما غليها مثل الشاي وشرب كاستين في اليوم، وإما سحقها وتناولها مسحوق ناعم نصف ملعقة صغيرة تخلط مع قليل من اللبن أو العصير وتشرب مرتين في اليوم. إيش اللي بتسوي هذه العشبة؟ الإنسان اللي بيتناولها بيحس إنه طعم الدخان اختلف بالنسبة إله،
مش هو الدخان اللي بنبسط عليه وبكيف عليه وهو إلى آخره. فهذا الشعور زائد شيء من الإرادة إن شاء الله بينهي الموضوع بإذن الله. وأنصح بالدعاء، الدعاء في السجود، يا رب تخلصني من الدخان، بخلصك إن شاء الله. معنا اتصال أخير، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور أنا محمد محاسن من جرش. هي عندي مشكلة في ما عندي، إنه عندي غازات مستمرة، فما بعرف شو ممكن تنصحنا في هذا الموضوع. يعني غازات يعني مسببة لي أرق بشكل كبير، وهذه يعني متواصلة معي باستمرار. مع إمساك ولا بدون إمساك؟ لا لا بدون إمساك. بدون إمساك. طيب تسمع الجواب. الله يجزيك خير. نقول الناس اللي بيشتكوا من كثرة الغازات وهي منتشرة، كثير ناس بيشكوا هذه الشكوى، هذا بكل القولون عندكم لا يقوم بواجباته مضبوط، في تخمرات غريبة بتحصل في القولون تسبب هذه المشكلة، بشرط انه طبعا في سبب آخر وهو بلع الهواء. بلع الهواء يعني واحد أكل وبعد دقائق بقول أنا انتفخت، لا هذا بكون ببلع الهواء، فعليه مضغ الطعام جيدا وبلعه ببطء، بخلص من هذا الموضوع. أما اللي بصير عنده غازات دائمة دائمة بدون إمساك ولا محزنون، فعليه بتناول كبسولات البكتيريا النافعة وهي موجودة في الصيدليات بكثرة هذه الأيام. يقول الصيدلي بدي البكتيريا النافعة، كبسولات البكتيريا النافعة، يأخذ منها كل يوم حبة أو حبتين بحسب التركيز تبعها. هذا يؤدي إلى تنظيم حركة القولون بشكل رائع، زائد استخدام الأعشاب التي تزيل النفخة مثل إكليل الجبل والنعنع والكمون والكراوية، هذول كلهم ممتازات بيساعدوك إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، بارك الله في الجميع، نلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.